عايشك الحمادي، عايشك اختي نشكرك على البرنامج هذا. يعيشك يا سيدي. انا حبيت باختصار، انا انسان كنت بشعريه، انا عشت بشعريه حتى لعمري كنت قريب 40 سنه. عندي ديك معناها منذ الصغر قصه ساقيه من دميسات، أنا قصيت الساق اليمين وعودت ساق اليسار زاد قصيده فوق الركبه. معناها جت ثوره، جتني هاي قصه يعني غريبه شويه. جتني للتلفزه التونسيه، صوروني في الدار. شافتني بنيه فهمتني من بعيده من سيدي علي بن عون ولا من سيدي بوزيد. اتصلت بي علشان معناتها توسيني وتقول لي خويا اصبر وكذا. قلت لها انت منين؟ قالت لي من بن عون. قلت لها اختي انا راني قريت في بن عون في ليزامي كتر فلسان كتر فلسيس كتر فلسان كتر وهويت. قلت لي خويا. قلت لها اعطيني رقم خوك. خذيت رقم خوك واتصلت به. المهم قال لي يا حسين انا خوك صاحبك وهي اختك. قلت لها جمعات ولا اربعه. قلت لها اسمع بنت الناس، انا انسان فهمتي وكان ديما نحكوا مع بعضنا، ارتحت لك برشا، اما حبيت ندخل من الباب ديريكت. انت شفتيني ساقيه زوج معناها مخصوصين. عندي دويره وحدي، ناخذ في 100 دينار تاع الحاكم. اذا حبيتي تجي نعيشوا على الحلوه مره، ما حبيتيش انت راك اختي. قلت لي مشيت معك. وكانت عندها معارضه كبيره ياسر في الدار، خوها برك موافق ولا زوج. المهم رضخوا لها وجات وتعرفنا والحمد لله من 2011. صدقني اختي العزيزه، الانسان كيكون راضي معناها باللي بالقضاء والقدر، يكون راضي خاصه الرضا. لانه انسان معاق. وشات هي كفلتني معناها بعبارة شنو كفلتني، انه تساعدني في كل حاجه معناها. انها انسانه ما عنديش باش نكافيها وما عنديش باش، وانها صغيره في العمر بالرغم من كوش معناها كبيره ولا فاتها قطار الزواج والا. يعني انسانه مقتنعه. وجات انسانه مقتنعه والحمد لله. مشيت في 2012 انا وياها، تصور انت سبحان الله تجينا حجه مباركه بلاش ما نبيش عليها. انا مشيت انا وياها لبيت مكه وبقينا شهر كامل في الدنيا. تبارك الله. فهمتني؟ والحمد لله يا ربي، يعني مانيش حاس اني انا ناقص حاجه ولا ناقص ساقين والا. نمشي نقعد في القهوه، نلعب بالرامي، نمشي معناها في واحد ينظر لي بنظر العطر. ما نحشموش معناها مش ما نحشموش. المعنويات مرفوعه، هذاك هو. يعطيك الصحه. صدقني ساعات انا وهي تسوق بيها. رغم اللي سي حسين اصعب وقت اللي تكون ما عندكش اعاقه ثم من جراء اكسيدون والا اصعب من ناحيه نفسيه. صعيبه برشا. كنت تحس روحك كنت تكور، كنت تجمع الاولاد، كنت تمشي مشيت للبلدان، مشيت للجزائر، مشيت للمروك، مشيت كذا مشيت كذا. بعد تجي تلقى روحك معناها ما تقدرش تخرج من الباب الا ما يخرجوك. المهم يعني اليوم عايش حياه هنيئه، ان شاء الله ربي يسعدك يا سي حسين انت والمدام. مهم برشا انه الوضوح كان منذ البدايه، معناتها انت كي حكيت قلت عندي مكسب دويره و100 دينار وراني هكا وهكا وراك تعرف كل شيء، هذاك هو الاهم. اليوم عايشين الحمد لله لاباس، ما عندكمش مشاكل؟ لا 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 ابدا. صدقني معناها حسابات حوايج خصوصيه جدا 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 تقيم لي بها وظل راسها مرفوع وظل تضحك. يعني انا حبيت نكافيها وحبيت نشكرها اون بلينير قدام المشاهدين المستمعين الكل وقدامكم انتم، لان بصراحه انا نعتبرها لؤلؤه. لما اقول لك ربي يبارك لها. ايه عايشك وراه صدقني. ظل علاش قلت في الاقتناع باهي والرضا؟ اما ساعات في المدينه تدز بيا هي في الكروسه. يجي يخرج واحد فهمتني، يجي يفركس في غيابه وباش يمد لي حاجه. نقول له لا يا خويا ما تغششش، ما تحسبش انه باش يحقرني ولا باش يعطيني مساعد. لا نقول له خويا عايشك، عايش خويا، عايشك بارك الله فيك. ونرجعها بكل هدوء بكل تلقائيه وضحكه. موسي في راسي يقول لي سامحني خويا الغالي. فهمتني؟ يعطيك الصحة وربي يبارك لها. وصوتك وصل وتحياتنا للمدام، وان شاء الله حياة هنيئة في المستقبل لانه الوقت وفي. دكتورة، اذا في كلمة باش نلخصوا، دكتورة نادية العريفي اخصائية في علم النفس العصبي والسريري. باش نلخصوا نجم نقولوا لسي حسين هو لو بروفيل تيب، كيفاه العبد يزمو يتعايش مع الإعاقة، كيفاه يلزمو يتعامل معاها، كيفاه الغولاسيون دو كوب اللي لازمها تكون واضحة من الأول،
هي عارفة على شنو قادمة وهو مفهمها كل شيء. دونك يلزم العبد يقبل إعاقة يحاول يتعايش معها والبارتنير زاد يفهم اللي هو باش يتعامل مع إنسان من ذوي الاحتياجات الخصوصية. مشكورة دكتورة يعطيك الصحة. عندك كلمة أخرى خاطر وقفت لك الكلام دانكو. إذا مشكورين زاد كل من وي إم رباح وإيهاب في إي إف إم تي في كوجا في الإخراج وسهاب.